معلق بكل انسان بالارض. تصوري بيموت واحد من المفكرين او شاب بشوفه بفرنسا او بايطاليا بزعل بقعد هيك. الياسر رحباني كان الزمان كان. الياسر رحباني اغمض عينيه عن 83 عاما واكثر من 2500 اغنيه ومعزوفه. سنة من الفن يعني من عمر 16 سنة أنا عم بألف. عاش طوال حياته هرما كبيرا لا تكتمل سيرة فيروز وشقيقيه عاصي ومنصور وسيرة الفن اللبناني والعربي كله إلا بذكره والانحناء أمام كلماته وألحانه التي حفرت عميقا في الوجدان. يا حبي صرت بآخر أرض عم امشي وتمشي فيه. أسمى ما وصلت إليه البشرية إن الموسيقى. ابن قرية أنطلياس اللبنانية ظل وفياً حتى الرمق الأخير لسمو الموسيقى والفن بصفته رسالة عابرة للزمان والمكان. ولم يكن أبداً رجل الظل في المدرسة الرحبانية، بل صاحب بصمة فارقة في سفارة فيروز إلى النجوم، والعبقري الذي اقتسم التصفيق والآهات مع قيثارة السماء وهي تشتو يا لور حبك والأوضة المنسية وبيني وبينك وكان الزمان كان. وهبتك الحب عطر الياسر رحباني لم يفقد فرادته وحضوره الطاغي على امتداد 60 عاما، وما زالت الذاكرة المسكونة بالحنين إلى زمن جميل تستعيد ألحانه الساحرة التي رددتها حناجر قامات كبيرة أمثال صباح ووديع الصافي ونصر شمس الدين وملحم بركات. وكأن الشحرورة تغني اليوم وقد سبقته إلى الرحيل. كيف حالك يا أسمر؟ والله سمر سري جماله، والله سمر سري جماله. إلي أنا فرح كبير إنه فيروز وصباح ووديع الصافي وبعدين السري كلها 98 مغني ومغنية مغنيين لي. خصال كثيرة صنعت مجد الياسر رحباني، لعل أبرزها شجاعة التجريب ومواكبة الموسيقى العالمية. وستبقى معزوفاته الكلاسيكية على البيانو خالدة في أفلام دمي ودموعي وابتسامتي وحبيبتي وأجمل أيام حياتي ومسلسل عازف الليل. وباء كورونا اللعين تمكن من جسد الياسر الرحباني، لكن ضحكته الصافية ستبقى أبداً بين النغمة والنغمة والآهة والآهة ما دام عشاق الموسيقى يصفقون للنغم وسحر الحناجر. مات الياسر الرحباني لكن حن السكران سيبقى وعلى الحيطان عم بيصور بنت الجيران.